طالما لونه بقى برتقالي كده يبقى صالح للاكل. يا دين امي، كوبايه سخنه جدا، البخار طالع. ايه عايز اعرف الاول، الشمس هتحرق ايدي ولا لا؟ بتلسع الايد، بتحرقها. طائر جوه القفص. ما انصحش اكل اي فطر لان ملوش علاج نهائي. انا دلوقتي في شمال سومطرة في اندونيسيا، من هنا بدأ التسونامي، من هنا موجة ضربت في اسيا وفي افريقيا. من المكان ده انا في مركز الزلزال، انا في التسعة ريختر. الزلزال ما عملش حاجة في الناس، لكن الموجة هي اللي طلعت، وللأسف توفى احباب كتير. هتلاقوا على الشاطئ ده بحوالي طول 1200 كيلو في نصب تذكارية بتخلد المتوفيين والشهداء بتوع المنطقة دي. تعالوا نشوف بعد التسونامي الناس سايبة ايه. وخلي بالكم، الموج بينقل اكل، بينقل موارد. اي مركب معدية ممكن ترمي حاجة، اي جزيرة بعيدة ممكن ترمي لك موارد تبعتها لك عن طريق الموج. فما تستغربوش مثلا ان انا الاقي، يا ساتر يا رب، ايه ده اكل، في اكل جوه هنا اهو، اهو في كائن جوه عايش. خليه بقى محبوس جوه وننقله للشاطئ، نحاول نجمع موارد اللي موجوده هنا علشان نستفيد بيها، نجمع بيها ميه المطر، ناكل اللي جوه. اوعى تمشي، اوعى تمشي. اعتقد هو كده مش هيعرف يطلع. قد تكون هذه المخلفات من ايام تسونامي من 2004، كان عندي 17 سنة وقتها، وكانت حادثة بالنسبة لي مؤلمة، وقد تكون هي اللي خلتني اعمل فيديوهات زي كده. هعيش النهاردة على الشاطئ ده من غير مية ولا اكل ولا ملجأ. هنشوف الحاجات اللي هنعرف نعملها ولا النهاردة. تعالوا نختار مكان ملجأ كويس بعيد عن الهواء والرطوبة اللي جاية من البحر. شايف ان الملجأ ده ملجأ رائع، انا بالنسبة لي الملجأ ده فل قوي وجميل قوي. الشجرة دي للأسف مليانة اشواك، لازم واحد يخلي باله، بس انا هعتمد ان شاء الله هيتوضب وهيبقى ملجأ زي الفل. هو على الشوك، الشوك في كل حتة، لان دي شجرة بتطلع البندق القارح المشوك. هو ده البندق القارح. البندق القارح يستخدم في التوابل، بيطحن وبيتعمل توابل، بينفع في الطبخ. واضح انه قارح عشان بيقرح الناس. عبارة عن شوك جواه حبات، الحبات دي بتطحن وبتستخدم توابل. واحنا بنشتغل نبص على الارض فيه تعابين، في حاجة؟ لو مفيش حاجة تمام. والاصوات اللي بنعملها دي بتطفش التعابين، التعابين من عادتها الهرب. خبط يا باشا، اعمل دوشة عشان يطفشوا. شوفوا يا جماعة، الملجأ ما خدش دقايق وتعمل بسرعة، بس لازم نتأكد من سلامة الأرضية، الزواحف والحشرات. شوكات في اي حاجة هنا؟ كله تمام. اتمنى تكون الحفر دي فيها سرطانات. الله، هو السلطعون كائنات بحرية مسالمة، اتمنى يعني ما يكونش فيها حاجة كده تقرص وتموت. دي النومة بتاعتنا، حماية من المطر، حماية من الشمس، حماية من الرياح، حماية من الرطوبة. مش حاسس بأي مشاكل، اعتبر ما بذلتش مجهود ولا بذلت طاقة لتوفير المية والطاقة اللي في جسمي اللي انا محتاجهم ضروري، لان مش معايا المية والاكل. فيا جماعة، انت لو في وضع مفيش مية مفيش اكل عايز توفر كل الحاجات دي، استخدم الموارد الطبيعة بتوفرها وريح دماغك. ما تقعدش تقول انا هعمل احسن ملجأ وتهمل المية والاكل. سكينة لسه شاريها واتخلعت. لا العظيم، اتمنى السكينة تبقى كويسة بقى، مش كل شوية تتخلع. الحق يلا. ايه ده، حيوانات، حيوانات بتجري في ايه؟ البحر غير صالحة للشرب. هي نسبة الم...
الملوحه فيها عاليه جدا، لو شربت ميه البحر كليتك هتبدا تمتص الميه العذبه الجميله اللي في جسمك عشان تغسل نفسها وتطلع الملح الزياده اللي في الجسم بره، فجسمك هيطرد الميه الحلوه لبره بسبب الملح اللي انت حطيته. مليانه ميه احسن من الميه اللي بنشربها، الثمره دي ممكن تكون جايه من الشاطئ ده او من شواطئ ثانيه. البحر بيبعت يا باشا، نجرب نسيبها في البحر ونشوف ازاي البحر بيبعت. اهو البحر بعتها. فهو البحر بيبعتها من جزر تانية وبتركض في سلام على هذا الشاطئ او اي شاطئ تاني. شوية بوز. المية طلعت. يا اوه، عارف وانت صايم كده وتشرب عصير قصب مدلك. لقيت كمان اناناس، الاناناس مليان سكر. يلا بسم الله. مطعم من فيروز اناناس. واو، بحاول لقيت حاجة. شايفين دي؟ دي الفاكهة أم ريحانتنا، ناس كتير أوي بتحبها بسبب ريحتها لنتنا. دي فاكهة اسمها الدوريان. الفاكهة دي ممنوعة في المطارات بسبب ريحتها الشديدة، وممنوعة في الفنادق في جامعة تم إخلاءها بسبب الريحة القوية بتاعتها. عارفين ريحة الفسيخ؟ هي أحسن من ريحة الفسيخ. عارفين ريحة البصل؟ هي أحسن من ريحة البصل. هي ريحة شديدة، بس متبقاش عارف هي نتنا ولا مش نتنا. الدوريان بيخلي الواحد سعيد. جميع الناس اللي كانت الدوريان بتعشق الدوريان. طعم توم أو بصل على كريمة. أنا هرجع من الطعم. عارفين الكريمة؟ اهو كريمة. ايه ده، هو طعمها كان في الاول وحش ليه؟
الواحد دماغه بترقص. في الاول بتستغربوا بعد كده بتحبوا وتاكلوا كله. حول ايديك ايه؟ ممكن اولع بيها نار من خلال اشعة الشمس. لازم انضفها كويس جدا عشان ضوء الشمس يمر منها من غير تشتت ويتركز ويولع نار. عرفت انضفها الى حد ما، بس زي ما احنا شايفين مفيش شمس دلوقتي. عشان تولع نار بحاجات جافة لازم تبدأ بحاجات رفيعة زي اللي فوق دي، عامل زي العشة، عشة الطيور. ان شاء الله بكرة مع حدة الشمس وشدتها سنشعل النار. ده اعداد مؤقت لإشعال النار. جهزت خشب رفيع، خشب تخين، حفرة، شعيرات، تولع نار بسرعة. احتمال بكرة لو الظهر الشمس فيه قوية ومفيش سحب هعرف اولع نار، غير كده مش هعرف. لقيت في فرع الشجرة دي كذا نوع من الفطر. الفطر ده اسمه فطر ذو الأقواس المتعددة. الفطر هو كائن لا نبات ولا حيوان، لكن جيناته قريبة جدا من جينات الحيوان، عشان كده لو كلته البروتين اللي فيه بروتين حيواني مفيد جدا للجسم. جسم الإنسان بيحب البروتين الحيواني أكتر من البروتين النباتي، بيبقى سهل الهضم لما تاكل فرخة فيها بروتين حيواني، مختلف خالص عن انك تاكل فول فيه بروتين نباتي. الفول هتلاقيه صعب الهضم، هتلاقيه مقريفك، غير الفراخ هتلاقيها كويسة عن الحاجات النباتية. فالبروتين اللي فيه حيواني ده مش الفطر نفسه. تخيل الكائن الحي هو الكائن المغروس في الشجرة اللي عمال بيمتص الخير بتاعها ويطلع لك الخلاصة. معروف ان الحاجات السامة بيبقى فيها تدريجات لونية، بعض الخطوط البيضة ده دليل ان هو قد يكون سام. لازم تكون حذر جدا ومتأكد جدا في موضوع الفطر. حتى خبير الفطر اللي هو مقضي حياته كلها في الفطر ممكن يتخدع، ممكن ياخد حاجة تموته. ده فطر اسمه بونا، بيتغذى على الشجرة الميتة. منصحش اكل اي فطر لان ملوش علاج نهائي. فاحنا هنجرب الفطر ده دلوقتي. هو طعمه زي الخميرة، والخميرة عبارة عن فطر برضو يعني. كده صنعنا الرمح اللي هنصطاد بيه السلطعون. شايف هناك واحد اهو بيتحرك هناك اهو. ده كده اول واحد يا رجاله.
عرفت عينه هنا، تقيل عليه مش هيهرب. واحد هناك تحت اهو. لقيت سلطة، لقيت سلطة، سلطة، يلا سلطة. سلطة عايز يهجم. كده معانا اتنين. الحقوا يا شباب، في علبة في المية، شايفين؟ يا لهوي الأمواج بتضربها. العلبة دي لو سليمة ما بتسربش مية، ممكن نحول بيها مية البحر لمية صالحة للشرب. بس محتاجين على الشط ده ندور على ماسورة، ماسورة نركبها هنا وبس كده هنعرف ان شاء الله نشرب مية صالحة للشرب من البحر. الشط ده كله همسحه، يمكن الاقي الماسورة ان شاء الله. ورجعنا للبيت بتاعنا عشان اقول لكم ان ده الوقت المناسب لاشعال النار بالشمس، لان احنا وقت الظهر. عايز اعرف الاول الشمس هتحرق ايدي ولا لا. بتلسع الايد، بتحرقها. نحاول بقى ننقل النار للكامب. نحط لها بقى خشب رفيع. ايوه لازم نطفيها بسرعه. تم السيطره على الحريق الحمد لله. سلطع بقى لونه حلو اهو، طالما لونه بقى برتقالي كده يبقى صالح للأكل. طعمه حلو. هو طالع بقى من البحر لسه طازة، ف اللحمة جامدة. Mm.
كيس. الكيس ده ممكن نعمل بيه فكرة كويسة ان احنا نحول مية البحر المالحة لمية صالحة للشرب عذبة. فكرة بسيطة هنحاول ننفذها دلوقتي ان شاء الله. فاضل بقى ان انا اعبي الحفره دي بميه البحر عشان احول ميه البحر لميه صالحه للشرب. كده ملينا الحفرة برطوبة البحر. العلبة دي هتكون الجزء اللي هياخد المية العذبة مش المالحة. هنحطه دلوقتي في النص عشان نزود نسبة الرطوبة. ممكن نحط كمان نباتات. دلوقتي الرطوبة غالية الحفرة، هنحط جواها الازازة ونحط بقى الكيس البلاستيك يا باشا. الاطراف كلها لازم تتسد كويس لان الرطوبة بتطلع مع الحرارة والحرارة بتصعد لفوق، فدي اكبر نقط بيطلع منها الحرارة. هتلاقي نفسها محبوسة، تقوم الرطوبة تترد تاني، تتزحلق، تمشي في اللص وتقوم منقطة في الإزازة اللي أنا حاططها تحت. المهم دي تنفع طعم لو حبينا نصطاد طيور مثلا عايزين نحتفظ بيها. عملية تحويل مية البحر باين عليها ناجحة جدا ما شاء الله، زي ما احنا شايفين قدامنا. وبتنزل عذبة المية المالحة بتخبط في الكيس بسبب الاحتباس، بعد كده بتنزل نقط مية عذبة. شايفين النقط اللي بتتحرك دي؟ دي نقط مية عذبة يا شباب. اهو في نقطة نازلة اهي على العلبة اللي جوه. بعد غياب الشمس تقريبا، تعالوا نشوف تأثير الشمس على الاحتباس الحراري اللي عملته في الكيس، ونشوف فعلا طلعت مية ولا لا. نبدأ نهز الكيس بس لو في نقط مية بس عايزة تنزل بس مكسوفة. خلي بالكم
التجربة دي سهلة جدا، لكن أخطر لحظة هي اللحظة دي. الكوباية اللي تحت لو وقعت يا باشا يبقى التجربة كلها فشلت. نحاول نفتح بالراحة. أيوة بص بقى، ممكن الكيس كله ينهار. احنا ايه، نمد ايدينا كده بالراحة. والله جابت مية، بصوا المية جوه اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. والله كمية مية محترمة. فنجان مية. تخيل انت مزنوق في البحر ومفيش مية خالص وعملت الحركة دي. وفعلا في ناس عملتها وعاشت. نكرر العملية تاني. نحط الكوباية بتاعتنا في النص. تمت إعادة العملية عشان تجيب لنا مية تاني لما الشمس تبقى بكرة موجودة. في سلطع محبوس هنا برضو. يا ابن اللذينة. او دم سلطع ده صغير قوي لدرجة ان هو مش عارف امسكه. في واحد تاني صغير ده بقى يعني هيعمل فيه ايه. امشي بقى عشان انا مش عايز تأذي النهاردة. روح يا عم، يا عم روح روح. والله بحررك، اجري بقى، اهرب اهرب اهرب. ميه ملهاش طعم خالص. دي بقى فايدة مهارات البقاء، بتخليك تسيب بيتك وتقعد هنا، تبعد عن بلدك بآلاف الكيلوهات عشان توصل هنا تعمل اللي انت عايزه وانت قلبك جامد. يعني بتشجعك. يعني المفروض ده كله تشيل. يا الله يا الله، ايه الجمال ده. مست الصحيان بدري يا شباب. سلطع الصغير بيحتل قواقع الحيوانات التانية، ياكلها ويعيش جواها. سلطع بيستعبط وعامل فيها ان هو قوقعة، وهو سلطع اصلا. لما بيكبر بقى ويبلغ وكده بيسيب القوقعة اللي هو سارقها دي، يعني دي مش بتاعته. سلطع ذكي شاطر، اعمل زي سلطع. دي شجرة اسمها زنبق العنكبوت، الناس في المنطقة هنا بتحبها كشجرة مزهرة وبتطلع ريحة حلوة. طبعا ليها فواكه، الفواكه دي ما بتتاكلش لانها شجرة سامة بتجيب التهابات مجرد الاقتراب منها. لما تلاقي فتحة زي كده تعرف ان في كائن
بيتنفس موجود. تعال نحفر هنا نشوف هنوصل لايه. يلا بينا. تعالي تعالي تعالي. قوقعة لا تصلح للأكل إلا بعد ما تتحط في النار، لأن فيها بكتيريا وفي أنواع من القواقع بتكون سامة، خلي بالكم. أما دي بيبقى فيها بكتيريا ضارة ممكن نفطر بيها بعد ما نسخنها يعني. قوقعة تانية. الكائنات دي بتعرف تتحرك برضو يعني. انت مهما كنت سريع هما بيعرفوا يتحركوا. اهي اهي جت. ايه ده؟ راحت فين؟ راحت فين؟ نزلت تحت. اهي اهي ما تعرفش تفتحها، لازم تحطها في النار يا باشا. واو. يلا اطفي اطفي النار بقى، اطفي النار. يلا يا عيني على غاوي. ايه الهبل ده؟ ايه اللي انا شايفه؟ اطفي النار براحتك عادي، انا ولعت تاني ولا تشغلي بالك. النار لو بتغلي، لو انت على مستوى سطح البحر تبقى درجه حرارتها 100، لو انت فوق سطح البحر بمسافه كبيره ممكن تبقى 70، ممكن تبقى 60. خلي بالك يعني مش معنى المايه بتغلي يبقى كده ان انت في مرحله 100 درجه مئويه. مليانه رمله. تبقى مليانة فسفور زنك منشطة جدا للجسم. انا بعشق القواقع، اللي ما بياخدش قواقع فايته كتير. بس اهم حاجة تنظف الرمل اللي فيها، لان هي كائنات بتتغذى على الرمل اللي احنا عايشين حواليه ده. بعد عملية بحث كبيرة عن الماسورة، لقيت الماسورة يا شباب. هنا اهي. لا مش هنا. اهي. لا مش هنا. اهي. لا مش هنا. اهي. لقيت ماسورة اخيرا. واضح ان هي كانت بتستخدم. الماسورة دي هستعملها في تحويل مية البحر لمية عذبة صالحة للشرب. وده كمان هنشيله. هوبا كده الماسورة جاهزة لاستخدامها في تحويل المية من مية بحر لمية صالحة للشرب. نجيب بقى مية البحر. طبعا احنا مخلين الماسورة تتحط فوق عشان معروف ان الحرارة بتطلع لفوق، احنا محتاجين الحرارة دي. اتفتحت اهي.
تمام. ده حلو قوي. لازم نعبي دول ميه بارده لتكثيف الميه. كل حاجه تكون جاهزه، النار جاهزه، الميه البارده جاهزه عشان التجربه تنجح. بس الماسوره ما تبقاش غرزه لجوه جامد علشان بخار الميه اللي هيطلع عايزينه يخش هنا. بعد كده بخار الميه لازم نحط له ميه ساقعه هنا عشان يتكثف على الماسوره، بعد كده ينزل ميه عذبه بدل ميه البحر المالحه. دلوقتي منتهي نسبه الميه المالحه كويسه، ما نقللهاش اكتر من كده، مش عايزينها كتير عشان تسخن بسرعه. ونجرب التجربة دلوقتي، نحاول بقى نسد كويس كل حاجة تسد. هيبصوا بقت سخنة اهي، بقت سخنة جدا. في مرحلة ما هنحط لها مية ساعة عشان تكثف الحرارة، بس هي لسه يعني لسه طالما ما بتطلعش بخار يبقى لسه. يا شباب الحمد لله بدأت تطلع بخار مية، بخار المية اهو. اهو هي كده جاهزة ان احنا نشرب منها، بس انا عمال بزود النار عشان اكون ضامن لما اجي اسقعها تبقى فعلا حقيقية مية كتير. وانا فاضل بس عملية التكثيف ان احنا نحط مية ساعة هنا. اهي طب انا جات لي حته فكره، نردم الماسوره في رمل. ايه رايكم في الفكره دي؟ نردم الماسوره في رمل ونملى الرمل ده ميه ساقعه بحيث ان هو يكون فيه تكثيف مستمر. والله فكره حلوه، الفكره دي ما كنتش بفكر فيها، مفيش اعداد ليها يعني، جات لي دلوقتي. في نقط اهي، نقط ميه عذبه، نحط بقى التكثيف دلوقتي. تكثيف نخليها بارده. يا دين امي، كوبايه سخنه جدا، البخار طالع. ايه التكثيف ناجح، نقط الميه العذبه بتيجي بسبب التكثيف اللي هي الميه الساقعه اللي اتحط على الماسوره. فالميه السخنه ماشيه في الماسوره دلوقتي عايزه صدمه تكثيفيه، فبنحاول نبردها عشان تطلع الميه اهي. لا كذب ولا خداع في هذه التجربه، على مسؤوليتي. اهو اهو اهو. في طيور فوقيه كتير، تعالوا نجرب نصطادهم. معايا دوده من امبارح ممكن نستعملها طعم، بس لازم نعمل فخ كويس للطيور. تعالوا نحضر الفخ سوا. يلا بينا. دي لقيتها ازاز، معرفش بتاعت ايه دي. عايزين بقى نستعمل النباتات المستعرشة او الفاين او النباتات المتسلقة. النباتات المتسلقة هي نباتات ضعيفة ما بتعرفش تشوف الشمس لان هي تحت، تقوم طالعة متسلقة على الشجرات التانية تستغلها عشان يحصلوا على الشمس. ياريتهم يحصلوا يعني او ما يحصلوش، مالناش دعوة. مهم النباتات المتسلقة هناخدها نستعملها حبل.
طالما الفخ ماسك نفسه وانت بتحركه يبقى كده هو ناجح، الحاجة ما بتوقعش منه. تمام، دلوقتي الفخ عبارة عن نفس، الطائر اول ما يخش هيتحبس جوه. انا عامل التريجر دلوقتي شغال او الزناد، هو حاجة حساسة جدا في طرف الغصن ده، هنحط الدودة، الجزء ده هيكون حساس جدا، اي حركة هتخليه يقع. انتشها توم وقع الدودة اهي. حطها بقى، تأكد ان الفخ التوازن بتاعه مظبوط، حط كل حاجة مظبوطة على قد ما نقدر. ده جزء ثابت، ده مفصل متحرك، ده كمان متحرك. الطائر هيجي ينتشها يفحها لفوق تقفش عليه ان شاء الله. بس طبعا الفخ ده يعني مستهدف كائنات صغيرة مش كائنات كبيرة. بعد ساعة يا شباب قدرنا نحصل على كمية المية دي، طبعا كمية كويسة في ساعة. ياه، مية بلا لون ولا طعم ولا رائحة. المية لسه بتنزل، خليها بقى تنزل نشرب منها تاني. كل ساعة نشرب كوباية وده رائع، دي نتيجة رائعة. شوف الطريقة دي بعد ساعات بتنتج مية قليلة جدا. حاول لقيت فيه اسماك ميتة، دي ممكن نجمعها ناكلها. عادي شغالة. ما اعرفش ايه اللي هاكله ده، بس نجربه. الدبان بدا يتلم، بطنه مش نظيفه، بس ممكن ناكل ظهره يعني. عايز اعرف الصفيحة لسه فيها مية ولا لأ؟ الملح، ملح بس. طبعا انتوا عارفين انا بحب الملح اوي. الفخ هو وقع،
ممكن يكون وقع لوحده، ممكن يكون في حاجة. تعالوا نشوف. طائر جوه القفص. يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي، خد ده ده يا جماعه طائر الزرزور. بس هرب من الفتحة دي. عايز تخش جوه؟ خش. يا سلام. لما كنت من الأول. أنت عاجبك القعدة جوه ها؟ يا دين أمي. هو المفروض الفخ بيتفتح من فوق كده كده. ما تفتحش من تحت. عشان الحاجة اللي جوه ما تطيرش. آه. هتعملها تاني؟ شكلك هتعملها تاني. يلا هو بعد ما زرزور هرب، احب اقول لكم ان دي نهاية الحلقة. التجربة خلصت. انا قعدت هنا 4 ايام وشكرا جدا، الحمد لله مكان جميل. وانا خلاص كده الزرزور هرب، وان شاء الله ربنا يرزقنا بحاجات تانية في حلقات تانية وفي مغامرات تانية ان شاء الله. وداعا عن ابو الزرازير. نايس تو ميت يو مان. وصلت. انا ماشي اصلا، انا ماشي مشيك مش عشان ما تبصنيش. روح تهجم عليا، تهجم عليا يا ابني. روح يا ابني، ما تهجمش عليا بالله عليك. بالله عليك بقى، عايزين نمشي النهارده. يلا سلطة. ميه نظيفة صالحة للشرب، متجمعة فوق. كمان في مياه تانية. اوه مان، مش عارف اقول لكم هيوحشني المكان ده ولا انا زهقت. انا محتاج استريح بصراحة، بس هيوحشني. ممكن يوم ما اجي تاني واقعد افتكر الذكريات اللي انا عملتها فيه.